ينضم معي من دبي عبر السكايب رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي. مرحبا بك أستاذ رائد. أريد أن أصل بداية من تقرير للبنك الدولي حول نمو الاقتصاد العالمي وتوقعاته بأن الاقتصاد العالمي سيتباطأ في هذا العام 2023 وسيظل ضعيفا في العام القادم 2024. على ماذا استند هذا التقرير؟ كيف تعلق على هذا الموضوع؟ بداية شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا نحن بالنسبة للتقرير أعتقد هو يسلط الضوء بشكل واضح على مخاوف الركود الاقتصادي الذي قد يصيب الاقتصاد العالمي، أو بمعنى آخر وفق البيانات الاقتصادية التي حصلنا عليها وعند مستويات أسعار الفائدة الحالية ووفق النظرة نحو مستهدفات التضخم، فيعني الوصول إلى مرحلة الركود الاقتصادي هي أمر لابد منه وهي مسألة وقت. بالنسبة للاستدلالات الاقتصادية التي حصلنا عليها من البيانات حتى الآن، بدأنا نلاحظ الضعف الواضح تدريجيا في قطاعات مهمة وحيوية مثل قطاعات النشاط التصنيعي والإنتاج التصنيعي إجمالا، وكذلك الأمر في مستويات الريتيل سيلز أو مبيعات التجزئة، وهو من شأنه أن يخفض التضخم من جهة، ولكن في نفس الوقت أيضا هو يثير الخوف بما يتعلق بقطاع الأعمال واللي أوفز أو تسريحات العمالة، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة تدريجيا في الفترة القادمة. والنتيجة الفعلية أو التعريف الحقيقي للركود الاقتصادي عندما يكون هناك ربعين متتاليين من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي. أعتقد التوقعات عند مستويات الائتمان الحالية ومستويات أسعار الفائدة المرتفعة كانت يعني عملية الكالكوليشنز أو الحسابات بالنسبة لتقرير صندوق النقد الدولي واضحة جدا بأنه يكون في عنا ميل إلى تباطؤ ومن ثم إلى انكماش واضح أو ركود إن صح التعبير. وهذا الركود إذا بدنا نقيسه بركود سابق، فأقرب مثال له هو الركود الذي كان في عام 2007 إلى 2008، وهو بنتيجة الإسراف بالسياسات التشددية بشكل كبير جدا. وإن كان المستهدف هو ضبط مستويات التضخم، ولكن هذا الإسراف يكلف الأعمال التجارية ويكلف التخارج منه فترة زمنية قد تمتد إلى ستة يعني فصول أو أرباع سنة نحو سبعة، وهذا يعطينا توقعات أنه عام 2024 إلى حتى بدايات عام 2025 ممكن يكون في عندنا تراجع وضعف الاقتصاد العالمي. هل سيستمر الفيدرالي أستاذ رائد برفع الفائدة؟ سيرفعها أم يبقي على ذات النسبة ب 25 نقطة أساس؟ وإلى متى بناء على هذا الكلام؟ يعني أعتقد في جعبة الفيدرالي ممكن يكون في عندنا رفعة وحيدة ب 25 نقطة أساس، وهو إذا قام بها في اجتماعه القادم ممكن أن تؤثر حتى على الأسواق التي تسعر إمكانية تثبيت أسعار الفائدة دون رفعها. 25 نقطة أساس ممكنة من قبل الفيدرالي، لأن البيانات الاقتصادية حتى الآن تعطي الأريحية والتضخم لا يزال ضعفي المستهدف. نحن عندنا تضخم عند 4.5 تقريبا والمستهدفات هي عند 2%. يعني الهم الأكبر لدى الفيدرالي هو ضغط التضخم نحو مستهدفات في وقت سريع وخلال فترة قصيرة، وأعتقد ذلك سوف يضغط الفيدرالي برفع إضافية 25 نقطة أساس لإيصال أسعار الفائدة عند 5.5% محاولة منه لإيصال مستويات التضخم قبل منتصف الربع القادم نحو المستهدفات. يعني نحن عم نتحدث عن شهر 8 وشهر 9 تكون موعد مناسب لوصول التضخم نحو المستهدفات عند 2% أو قرابة 2% 2.5%، ومن ثم سوف يكون على الفيدرالي بلا شك التوقف عن رفعات أسعار الفائدة واستقرارها عند 5.5% إلى أن يكون هناك معالم ركود اقتصادي قد تضطر الفيدرالي هون نحو تقليص بأسعار الفائدة أو التوجه نحو سياسات النقدية التيسيرية. هل هذه الاستراتيجية تكون ناجحة أستاذ رائد بإبقاء السعر الفائدة على ما هو عليه من ناحية يحارب التضخم، ومن ناحية ربما يواجه الركود أو يؤخر بمعنى أدق يعني الدخول في الركود؟
لا أعتقد يمكن تجنب الركود بسهولة عند استقرار وبأسعار فائدة مرتفعة بهذا المستوى. نحن عم نتحدث عن 5.5%، وإذا بدنا نقارن هذه الأسعار الفائدة يجب أن نقارنها أيضا مع عوائد السندات التي يعني واجهت قلقا كبيرا بارتفاع هذه العوائد على السندات قصيرة الأجل بالمقارنة مع سندات طويلة الأجل، وهذا من شأنه حقيقة أن يولد مخاوف من ركود اقتصادي واضح. وشفنا أكثر من حالة من حالات انقلاب عوائد السندات أو منحنى عوائد السندات، وهذا من شأنه أيضا يشير إلى إمكانية الركود الاقتصادي. ما نريد الإشارة إليه أنه سواء كان هذا هو التصرف الأنسب أم لا، يعني هل هي سياسة جيدة أم لا، الفيدرالي أعلن مسبقا أنه سوف ينظر إلى البيانات الاقتصادية كمقياس. كانت بيانات جانيوري وبيانات الشهر الأول والشهر الثاني يعني إن صح التعبير جيدة، ولكنها لا تعكس الواقع أو الحقيقة، لأنه تمتعت الولايات المتحدة الأمريكية في فصل الشتاء بفصل معتدل نسبيا، وبالتالي ذلك لم يكن فيه ضغوط كبيرة، فكان عندنا مؤشرات التضخم مرتفعة، مؤشرات مبيعات التجزئة جيدة، ولكن لا تعكس حقيقة أنه ارتفاع تكاليف الاقتراض الكبيرة. فبالتالي أعتقد هذه الأرقام الموسمية التي جاءت بأفضل من التوقعات كانت مضللة نسبيا للفيدرال الأمريكي ليمارس رفعات أكبر بأسعار الفائدة. أعتقد بدأت تتعرى بعض هذه البيانات وتظهر على حقيقتها بشكل أكبر، أنه أسعار فائدة أعلى وتكلفة ائتمان أعلى سوف يؤثر بلا شك على قطاع الأعمال وعلى النشاط التجاري مستقبلا. وشفنا أيضا هذا التأثير على البيانات بشكل واضح، وممكن نشوفه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة بانخفاض أكبر بمعدلات التضخم، ولكن بنفس الوقت أيضا بانخفاض بمبيعات التجزئة. بالتالي ممكن أن يكون حتى الفيدرالي متأخر بقراره بالتمسك بأسعار فائدة أعلى، لأنه كان يكفي أن تبقى أسعار الفائدة عند 5% حتى للوصول إلى مستويات التضخم المطلوبة عند 2% دون الحاجة إلى رفعها بشكل أكبر. طيب أريد أن أسأل عن قرارات أوبك بلس الأخيرة، لكن قبل ذلك بما يتعلق بسقف الدين، تم التوصل منذ عدة أيام لاتفاق بخصوص هذا الموضوع. المخاوف التي أثيرت قبل هذه المدة كانت كبيرة جدا، هل نستطيع القول بأن المخاوف هدأت نوعا ما؟ يعني بإمكان ربما الأسواق أن يكون هناك فيها انتعاش نوعا ما أم لا؟ يعني نحن نتحدث عن تعليق سقف الدين، خلص يعني سقف الدين كأنه ما له موجود، بالتالي ذلك يعني أعطى أريحية للأسواق، بدأت تسعر أنه هذه الأزمة غير موجودة. وصول الولايات المتحدة الأمريكية وحكومتها إلى مرحلة عدم المقدرة على السداد غير موجودة، بالتالي حتى عام 2025 وتم تمرير الاتفاق من مجلس النواب والموافقة عليه من الكونغرس والاعتماد من الرئيس، بالتالي الأزمة كانت قد أثارت بعض الذعر في الأسواق إجمالاً، ولكن كان هناك شبه يقين أنه سيكون هناك توصل إلى اتفاق وإن كان مؤقت ليس اتفاقاً يعني معلن بشكل دائم، بالتالي هو تمديد حتى عام 2025 وتعليق سقف الدين، وبالتالي إتاحة مجال دار السندات بالنسبة للحكومة الأمريكية. ما نريد الإشارة إليه إلى أنه هذا التوسع الكبير بالاقتراض من قبل الحكومة الأمريكية في الفترة الحالية، أعتقد ذلك يقلل من جودتها الائتمانية بشكل كبير، وعم نشوف أنه هذه المخاوف تزداد أكثر وأكثر، وبالتالي الأقبال على سنداتها ينخفض ويضطرهم إلى رفع عوائد السندات بشكل أكبر، وهنا يأتي المقارنة مع أسعار فائدة أعلى، بالتالي ذلك يجبر على الفيدرالي بطريقة غير مباشرة على أنه يكون في عندنا توجه نحو أسعار فائدة أقل في الفترة القادمة حتى لا يكون هناك هذه المضاربة ما بين أسعار السندات أو عوائد السندات، وتبقى جذابة نوعا ما السندات دون الحاجة إلى رفع كبير في عوائدها ودون القلق على الجودة الائتمانية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الأزمة أصبحت في الخلف، والآن التركيز أكبر على نية الفيدرالي في الفترة القادمة وعدم الوصول إلى مرحلة الركود الاقتصادي. طيب فيما يتعلق بتخفيضات أوبك بلس الأخيرة وخاصة أيضا التحركات الفردية، لمثلا المملكة العربية قررت أن تخفض بشكل فردي لمدة شهر عدا عن القرارات الأخرى المتعلقة بالتخفيضات، لماذا تم اتخاذ هذا القرار سواء كان بإبقاء على التخفيضات وبالتحرك الفردي للمملكة
بنفس الخصوص؟ يعني استاذي الفكره انه نحن في محاوله واضحه من اوبك بلس لتحقيق توازن لاسعار النفط واستقرار في اسعار النفط عند مستويات اعلى، وذلك للحقول دون اي تاثيرات سلبيه لمراحل ركود قد يشهدها الاقتصاد العالمي في الفتره القادمه، وايضا تعويض النقص بارتفاع الطلب الذي كان من المتوقع ان يعود الطلب الى مستوياته التي كانت عليه قبل الازمه، ولكن لم يصل حتى الان الى المستهدفات. وعم نشوف علامات ضعف على الاقتصاد العالمي واضحة ومخاوف من الركود، وبالتالي يجب أن يكون هذا التحرك نحو تقليص المعروض النفطي لتحقيق استقرار أسعار النفط ولتحقيق أو بانتظار التحسن الفعلي بأسعار بالطلب على النفط الفترة القادمة، بالتالي ذلك يعني تحرك مشروع إن صح التعبير وباتفاق داخلي، وهذا يعني بشكل واضح أنه يوجد هناك اتفاق داخلي داخل أوبك بلس بشكل واضح على أن يكون في هناك دعم لأسعار نفط أعلى مستويات الـ 75 إلى 77 دولار وربما استهداف مستويات 80 دولار للبرميل. الآن ما نشهده فعليا هو محاولة الاستقرار حتى فوق الـ 70 إلى 72 دولار للبرميل بالنسبة للـ WTI، وهذا ما تنتظره الأسواق في الفترة القادمة، خصوصا مع أنه البيانات الصينية التي صدرت حتى الآن نوعا ما ليست بالإيجابية الكبيرة. هنا السؤال، لأنه بعد القرار الأخير ارتفع برنت وصل إلى 77 وعاد وانخفض، وحتى بالقرار قبل السابق أيضا حصل نفس الموضوع، ما هو السبب؟ يعني بعد كل قرار تخفيض السعر يرتفع فترة وجيزة ومن ثم يعود للانخفاض؟ لأن التخفيض يتناسب طردا مع المعطيات اللي نحن موجودة عندنا في الأسواق من مخاوف الركود، من تراجع في بيانات الطالبين الأكبر أو الصين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تنذر بأنه راح نمر بفترة صعبة في نهاية تعاملات هذا العام، بالتالي الطلبات المستقبلية ممكن أن تقل بشكل أو بآخر، وهذا يعني أنه أي تقليص يحدث من أوبك بلس تأكله الأسواق سريعا أو يغطي الفجوة الموجودة في السوق سريعا دون أن يكون هناك حاجة إلى تسعيره، وإنما هي للحقول دون أن يكون هناك انخفاض أكبر بأسعار النفط، وهذا ما يتحقق فعليا. شاهدنا توقيت البيانات صدرت قبل التريد بالانس الخاص بالصين، كان هناك الاتفاق ومن ثم جاءت بيانات الميزان التجاري الصيني والتي لم تكن بالجودة المطلوبة فيما يتعلق بالواردات، وبالتالي نحن عم نتحدث على طلب أقل، وإذا بنضيف إليه مخاوف الركود الاقتصادي التي يقبل عليها الاقتصاد الأمريكي، فعم نتحدث على كلا الاقتصادين الأكبر في العالم كلاهما ممكن أن يؤثر الطلب بشكل كبير أو يتراجع الطلب الخاص بهما في الفترة القادمة، وذلك من شأنه بطريقة أو بأخرى أن يؤثر على أسعار النفط، بالتالي التقليصات الموجودة والمستقبلية هي تكفي لتحقيق استقرار في أسعار النفط بالفترة القادمة حتى يكون هناك التحسن الفعلي في الاقتصاد العالمي وتبدد ملامح الركود اللي نحن عم نعيشها حاليا. طيب أريد أن أسأل عن الدولار أستاذ رائد، خاصة في ظل أزمة الدين منذ فترة وما يتعلق برفع الفائدة وإلى ما هنالك، ومستقبل الدولار في التجارة العالمية وخاصة مع التحركات الجيوسياسية التي تحصل في العالم. يعني الدولار الأمريكي خلينا نقول على المدى القصير والمتوسط حاليا نحن عم نشوفه في مرحلة ابريشيشن أو ارتفاع واضح بأسعار الدولار الأمريكي بنتيجة تقييم أو محاولة تقييم لرفع بأسعار الفائدة من قبل الفدرال الأمريكي، وعم نشوفه أنه متماسك مع معظم نظرائه وسبب تراجعات في أسعار الذهب، شفنا كمان ضغط أسعار النفط الاتجاه الهابط، فبالتالي قوة الدولار الأمريكي هي بارتباط وثيق بأنه قرار الفدرالي القادم إذا ما سيكون هناك رفع في أسعار الفائدة أم لا، وأيضا لعب دور الدولار الأمريكي في الفترة الحالية كأنه ملاذا آمن بالنسبة للمستثمرين ويعوض تراجعات الداو جونز اللي عم نشوفها والمؤشرات الأمريكية، بالتالي عم يكون في عندنا يعني توجه نحو السيول ونحو الدولار الأمريكي على وجه التحديد. هل هذا الأمر على المدى الطويل موجود؟ لا أعتقد ذلك، ممكن الدولار الأمريكي مستقبلا أو الاتجاه العام الخاص به هو لمزيد من التراجع والهبوط، وذلك نظرا لأنه مخاوف الركود الاقتصادي الموجود
موجودة تقترن بضرورة أن يكون في عندنا تيسير في السياسة النقدية وأسعار فائدة أقل، ونعرف تماما أن أسعار فائدة أقل يعني دولار أمريكي أقل وبالتالي كقيمة، وبالتالي ذلك يعني يضع سيناريو الهبوط أمام الدولار الأمريكي وربما الصعود أمام اليورو والباوند الذين يتمتعان بأسعار فائدة ممكن تكون مستقبلها للارتفاع أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية التي مستقبل أسعار الفائدة أعتقد سيكون للانخفاض أو الهبوط ليكون هناك تجنب لمرحلة الركود الاقتصادي. نعم، أريد أن أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي، كنت ضيفي في هذه الجولة عبر السكايب من دبي، شكرا جزيلا لكم.